بمقلاي أو طنجرة واحدة عملت هاي الأكلة الكتير طيبة. مش جعبالكم تجلوا ولا جعبالكم تعملوا أكلة صعبة. يلا جبت دجاجة وقطعتها وقليتها على الوجهين، بعدين بنفس الزيت قليت بصل وتوم وحطيت خضرة مشكلة، قلبتهم كمان مع صوص بندورة، تبلتهم بملح وفلفل أسود وبهارات الكيجن اللي رح أنزلها هلا بالكابشن. ضفت كوب ونص أرز كمان مي وحطيت الدجاج اللي قليناه على الوجه. الحلو بهاي الأكلة انتو بتقرروا تحطوا رز بسمتي ولا رز عادي، وكمان بتقرروا البهارات اللي بتحبوها، هندي، مكسيكي، كيجن، اللي انتو بتحبوه. بدنا نغطي الطنجرة ونتركها على النار ليستوي الرز. يا عيني شوفوا لي هالمنظر، شوفوا ما أطيبها. بطنجرة واحدة عملنا أكل كتير طيبة وعلى ذوقنا. نحن نقينا الرز ونقينا البهارات ونقينا نوع الخضار. بدنا إياها هندي بنحط رز بسمتي وخضار هندي، بدنا إياها مكسيكي بنحط خضار مكسيكي والرز اللي بنحبه. الحلو فيها إنه هاي الأكلة بنعملها على طريقتنا ومنشكلها زي ما بدنا، وبتطلع كتير طيبة. وصحتين ومية ألف عافية حبايب قلبي.